ايه مالك ادم؟ في ايه؟ مش عارف مالي، ضميري وجعني كده فجأة. بقولك يا هنا، بصراحة يعني انا محرج منك، يعني بالنسبة للي حصل يعني على السلم لما حضننا بعض، يعني اقصد يعني لما انا كنت مخنوق وترميت في حضنك. لا عادي يا ادم، مفيش حاجة، احنا اخوات. اخوات؟ بصي يا هنا، انا طول عمري باصص لك كأخت، بس من ساعة ما حضنتك حسيت بحاجة. حاجة؟ حاجة ايه يعني؟ زي ما يكون كده كل واحد فينا ساب حاجة عند التاني، صح؟ انت حسيت نفس الإحساس؟ لا أنا بكمل الجملة. كمل الجملة؟ طب اتفضلي بقى، هاتي اللي أنا سبته. صعب يا آدم، مش هقدر أديهولك. شفتي؟ أنا نسبت حاجة. طب أنا لازم أمشي. مش عارف، ضميري مال النهاردة. متستهبلش بجد، يعني انت حسيتي نفس اللي أنا حاسه؟ بس أنا خايفة يا آدم. من ايه؟ خايفة يكون ده مجرد احساس وهيروح لحاله، هو تعبانة بعدين. عبيطة يا بنت، مالك محساني ان انا رايح اخويا كده؟ يا هلا. ايه يا اما، استني شوية بنتكلم على البنت. انا فاهم، انا بقول ايه كويس. خش. انا لازم ادخل. بس بقى اطلع بقى. يا ساتر. حمص اللي بشمه. يا ساتر. الدوسيه ده ريحته بيض بالبسطرمه. انا اختي النهارده بقى فتكات عامله لي حته دين اكله محشي بورق الخس. يا سلام يا سلام يا فتكات. اختك الا قول لي يا عموره، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ بصحى متاخر. نعم. مش فاضي. يعني هتجوز امتى؟ وراك ايه يعني؟ مفيش، بالليل بقعد العب دومنه وطاوله، وبالفجريه كده اروح داخل على النت بقى شات مع اصحابي كده. شات؟ وبعدين انت بتلفي وتدوري على ايه فتكات من الصبح؟ عاوزه حاجه؟ عاوزه تقولي حاجه؟ بصراحه بصراحه انا جايبه لك عروسه. من ايه؟ من ايه؟ ده انا جايب امبارح الخصايه بالتقسيط لاختي عشان تعشقها. من انت بتحلمي ولا ايه؟ لا، ما العروسه اللي انا جايبها لك عندها شقه في ارض اللواء ومحوشه لها قرشين. انت بتتكلمي جد؟ ايوه. يعني معاها فلوس كتير؟ ايوه، يعني مرتبك هيفضل ليك، وهي بقى مش عايزه منك اي حاجه غير بس شويه حنان. حنان؟ ده انا ما عنديش الا حنان. ده ربنا كد مني شعري واداني حنان ومشاعر، عمال كده مرمطهم على النت طول الليل. ايوه كده يا عريس. والعروسه ديت يعني عندها قد ايه كده؟ تلاتينايه؟ ستينايه. ستينايه؟ وفي ارض اللواء؟ دي ادم من اللواء نفسه. وبعدين ان شاء الله دي اكتب عليها فين؟ في القرافه؟ واللي هيشهدوا على الجواز بتاعنا اتنين حانوتيه ولا ايه؟ الشر بره وبعيد، ما تفولش. فولش ازاي؟ يلا، دي واحدة ست، دي كانت ست. انت عايز تتجوزيها تورط فيها دي ولا ايه؟ الله، مادام في الفورمة ولسه بصحتها، المانع بقى؟ فورمة مين؟ اذكروا محاسن موتاكم. لا بقى، انا ما اسمحلكش ان انت تشتم حماتي. حماتك؟ اخصى عليك يا فتكات، يا خسارة العشرة اللي بيني وبينك، ده المكتب لازق في المكتب. عاوزة تجوزيني حماتك؟ عمورة، ده جميل عمري ما هنساهولك. دي مأجره شقتها وقاعده معانا بحجه انها وحدانيه. انا قلت اجوزها بقى وتحل عني. حليها، خليها تحل في اي مقبره جماعيه بعيد عنك. حرام عليكي، يعني انت عايزه تشيليها من دماغك وتحطيها على دماغي انا؟ لا، مش عايز الجوازه دي. عموره، انا بهديلك هديه. دي عندها شقة وعندها فلوس ومش عايزة منك أي حاجة في الدنيا، ويمكن كمان تديلك. لا، مش عايز أتجوز الست دي، مش عايز أتجوزها. أنا كده زي الفل، أنا عايش مع نفسي كده زي الفل. خلاص يا أخويا، خليك مع نفسك كده زي القردة بوديل. قردة بوديل. أقعد أكل موز وزداني كده وأتلطط على البلتكنات في الشقة براحتي. خلاص. سلامتك يا عم رامبو. الله يسلمك يا حبيب رامبو. اتفضل، كل سنه وانت طيب. ايه دي؟ هديه عيد ميلادك دي بقى ساعه اصلي.
مش زي المضروبين اللي بديهم للعيال. امسك ايدي 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 يا ابني، ايدي ايدي. خلاص هات ايدك التانية يا ابني. استنى انت ايه بتشبكني ولا ايه؟ شكرا يا كيمو، بس انا مش هقدر اخدها. ايه القتامه دي؟ ده بدل ما تاخدني بالاحضان وتقول لي ميرسي يا صديقي على الهديه الحلوه اللي انت جبتها لي دي. ما هي عشان حلوه قوي وغاليه قوي، انا مش هقدر ارد لك واحده زيها. بعدين يا معلم كل سنه وانت طيب. الحلوه اللي انت قلتها لي والله عندي اغلى من 100 هديه. طب والله العظيم ثلاثة لو ما خدتها لدشها في الارض دلوقتي 100 حته، وانت عارفني بقى مجنون واعملها. وبعدين يا اخي ده النبي يقبل الهديه، البس بقى بلاش بواخ. يا ابني ايدي ايدي يا مجنون. البس طيب البس. اللهم صل عليك يا نبي. حلوه صح؟ بس دي مش اصل يا معلم. مش فاهمك انت. ايه ده؟ ايه الحقيقه هلا؟ بص هلا مني اونلاين. ايه ده الواد وليد؟ لا سيبولنا بقى ندور عليه ونطلعه على المسرح يا معلم. يلا ندور يلا ندور. خد يا معلم الساعه. انت فينك يا بنتي؟ بجد انا زعلان وقافش جدا جدا. ليه بس يا لولي؟ يومين ما اسمعش صوتك وما اعرفش عنك حاجه، بتعملي ايه؟ بجد حرام عليكي. صدقني يا لولي انا بتقطع اكتر منك، بس كان لازم ابعد لاني بدات احس اني بضعف بضعف بضعف. ايه ضعفت؟ بقولك يا لولي مش هكلمك تاني. انا بصراحه حاسه ان انا بخون خطيبي، انا لسه ما فسختش خطوبتي، انا حاسه اني بخونه بخونه بخونه. الحق الزبوني تاني شرف، الزبوني تاني شرف. خالي دوروا انت بقى يا معلم لانه عارف صوتي. يلا ندور يلا ندور. ما تنطق بقى، الله يخرب بيتك على بيت رماتك المخوخه، هتطير مننا المزه. هاي ممكن اتعرف عليك؟ انت مين؟ انا مونيكا. مونيكا دي مصريه؟ مونيكا نص مصريه ونص ايطاليه. اموت انا في الاسباجيتي ده، الليله هتبقى صلصه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا عسليه. دي قوي. هو انت انهي نوع من انواع الرجاله؟ اي نوع ازاي؟ مش فاهم يعني انهي فصيله من فصيله الرجاله. فصيله ايه انت بتكلمي؟ كلب لولو ولا ايه؟ انا فرعوني كوكازي. اوه كوكازي، اموت في كوكازي يا نيازي. لا مونيكا انا مش اسمي نيازي، انا اسمي عامر. ما انا عارفه ما انا عارفه، بس اكيد تصلك شبهه قوي. زي مين يا مونيكا؟ خطيب المرحوم نيازي الله يرحمه. هو مات؟ بس انت شبهه قوي 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 وهو بيموت. وانا صوتي يدي على تربه ولا ايه؟ انت عندك كاميرا؟ للاسف لا يا مونيكا. يا خساره، الحلو ما يكملش. لو كان عندك كاميرا دلوقتي كان زماننا فتحنا وشوفنا بعض. بكره بكره من طلعه الشمس هيكون فيها انا 5 كاميرات. بس توريني بقى كل حاجه. شكلك شقي وانا بموت في الشقاوه. لا انا كده على طول شقي. طب يا ريت بقى تفتح الكاميرا كده وتورينا حته. وريله الدبوس يا مونيكا، وريله الدبوس. مين دي يا مونيكا؟ دي هايدي بنت خالتي. سلمين عليها بقى وخليها توريني دبوسها. مش هما تجيب كاميرا الاول؟ بس بقول لك ايه، انا ممكن ابعت لك صورتي تسبيره. ورس وخو بنيل، ده انت حلو قوي يا مونيكا. لما انا مش هقوم النهارده بقى من هنا الا لما اشوف دبوسي كدبوس هايدي. عيسو حبيبي كويس انك جيت. انا جيت الحمد لله على سلامتي. بقول لك ايه، كنت عايزه فلوس. فلوس ليه؟ مفيش رايحه للكوافير، وبعدين هعدي على ماما عشان اخد البنت. البنت؟ طب وايه اللي ودى البنت عند ماما اساسا؟ مفيش، كان عندي اوبن داي الصبح فماما عدت اخدتها من الحضانه. كمان يعني انت ما شفتيش بنتك من الصبح؟ في ايه يا هشام، هي في الشارع دي عند ماما. وبعدين من حقي ان انا اخرج واتفسح ولا عايز نفضل محبوسه ما بين 4 حيطان يعني؟ والسواق الحيوان ده قلت لك تغيره لي قبل كده 100,000 مره. ليه؟ عمل ايه؟ 100 مره اقول له ما ينامش في العربيه وهو مستنيني عشان بيخلي ريحتها تقرف. كمان هتحاسبي الراجل على النومه؟ ده كتر الف خير انه ملحق على مشاويري جنب شغل الداخليه. ده انا اللي اسمه السواق بتاعي ما بشوفهوش اصلا. خلي في قلبك شويه رحمه يا منال. حنيتك دي اللي هتجيبنا ورا. انا جعان. اطلب دليفري. نعم.
هو انت كمان ما طبختيش؟ ده ايه العيش الزفت دي يا حبيبي؟ هي الخدامه مش نفسها يوم تاخد اجازه ولا ايه؟ يوم واحد بس يا منال، يوم واحد؟ ده انت الاسبوع كله ما بتطبخيش غير يوم واحد، وبعد محايلات ومناهدات ويا حبيبتي عشان خاطري بحب اكلك بكره اكل بره برجع من شغلي تعبان، مش كده يا منال؟ يا حبيبي اصل الطبيخ ده مزاج وانا ما اتعودتش اعمل حاجه الا مزاجي. وانا مش من ضمن مزاجك يا منال؟ يعني هو الطبيخ اللي هيبين لك يعني غلاوتك عندي؟ امال ايه تاني؟ طب الاول ايدك على 500 جنيه ولما ارجع ابقى اقول لك. 500 جنيه؟ فين مصروف البيت؟ اشتريت بيه جزمه فستان. ايه؟ هناكل طول الشهر جزمه فستان؟ ويا ترى هنحل بايه؟ توك شعر؟ يا حبيبي ما عندك الكريدت كارد يعني، وبعدين الاكل يتدبر امره. لكن بصراحه الجزمه والفستان كانوا لقطه، ولما كنتش جبتهم كنت هبقى متضايقه قوي. ايدك بقى على 500 جنيه يلا خليك حلو. خليك حلو وهاتهم وانا اقعد بايه؟ يا حبيبي انت قاعد في البيت مش نازل الشارع، لكن انا اللي نازله اشتري حاجات في الشارع، عايزني يعني اتبهدل قدام الناس؟ والله ما تشتريش عشان ما تتبهدليش. يعني افرض حصل لي اي ظرف طارئ في الشارع، ساعتها اعمل ايه؟ وانا مرات هشام بيه مدكور بجلاله قدره، عايزني يعني اتحوج للناس؟ يا دي هشام بيه مدكور بجلاله قدره اللي عامل لي بلو في نافوخي، ده انا كرهت اسمي بسببك يا شيخه. يلا بقى خليك حلو هاتهم يلا. طب بصي انا هديكي 200 جنيه بس، اوكي؟ اقل من 500 نو. يا طب وانا اطلب دليفري بايه؟ افتح لك علبه تونه، وبعدين يا حبيبي الدليفري مش كويس عشانك، وبعدين انت تخنت قوي محتاج تخس. باي باي. هي بقت كده منال؟ علبه تونه؟ انا على اخر الزمن اكل علبه تونه؟ ماشي يا منال. ورد، والله ورد، خلاص بقى ما زعليش. وهزعل من ايه؟ يعني شاطة عصبت عليك امبارح، صدقيني اسهمن عليا ضغط في الشغل غير عادي. حقك عليا. عادي، هو ايه الجديد؟ بص انا بكلمك ازاي وانت بتكلميني ازاي؟ أنا ما قلتش حاجة غلط، أنا قصدي يعني إن أنت دايما مشغول. بس كده؟ أنت شايف حاجة غير كده؟ أنا شايف إن أنت متغيرة حبتين من ناحيتي. مش أنا اللي اتغيرت يا سيف، أنت اللي اتغيرت. سيف الحديدي عمره ما هيتغير أبدا، عمره ما هيتغير يا سيف. بتهيألك. بص لحياتنا كده من بره، أنت هتعرف الفرق. مالها حياتنا؟ زي الفل ايه من بره ومن جوه، والف واحده تتمنى تعيش عيشتك دي، بس انت بقى اللي عامله نفسك مش واخده بالك. بطل بقى تفكر في نفسك بانانيه وبس، فكر فيا شويه، فكر في احساسي في مشاعري. مشاعر ايه؟ والورد ده ايه؟ مش مشاعر ده؟ مش بالورد يا سيف بيه. امال بايه؟ بالحب، بالحنيه، بالمعامله الطيبه. بقولك يا سيف انا تعبانه وعايزه انام. Let me just...